دكتورة هنا كنا أنا وأنتي نبتسم عندما ذكر الشاعر الأستاذ محمود كاظم الساهر، لأنه يعني كنا نخطط حقيقة لأن ينضم إلينا الفنان الكبير كاظم الساهر، لأنه كما قالت الدكتورة هنادة في اتصال هاتفي، قالت هو أفلح في جعل الفصحى على لسان العامة، ونأمل أن نستطيع أن نحتفل معه بهذا اليوم في وقت آخر. لكن بالنسبة لي فعلا المفردات كمهندسة كمبيوتر، الأستاذة أريج، أنا درست طب الأسنان أيضا، الجامعات السورية على الأقل ما زالت حتى الآن جامعات التابعة للحكومة تعلم هذه العلوم باللغة العربية، لكن إن كنا نريد علوما أكثر أو ما بعد التعليم الأساسي، يجب أن تتعلمي هذه المفردات باللغة الإنجليزية. ولذلك نرى، ربما صحيحيني إن كنت مخطئة، نرى مزيد من الشباب يبذلون مجهودا لتعلم اللغة الأجنبية عوضا عن اللغة العربية لدرجة قد تصل إلى حد الهجر. لماذا؟ هنادة أم أريج؟ هنادة، دكتورة هنادة. أوكي تماما، شكرا. نعم، أولا أريد أن أقول بأنه من الجميل أننا جميعا نفكر فيما فعله كاظم الساهر، لأنه جعل الفصيحة تجري على ألسنة العامة، وهذا وحده كان لربما أهم من أي جامعة أو مدرسة أو وزارة في تعليم اللغة العربية. وهذه هنا الحرفة، وهو يجب أن يكون درساً لنا كيف يتعلم الناس اللغة. لا يتعلمونها بالمسطرة وبالعصا وبالطرائق التي نستخدم. أما بالنسبة بالنسبة للغة العربية، لتعلم المفردات بلغات أخرى، نحن يعني عندما نتحدث عن أهمية اللغة العربية وبأنها هي الأساس وهي اللغة الأم أو اللغة الأولى عندنا، هذا لا يعني أننا نضع اللغات العالمية، اللغات الأخرى في صندوق أسود ونغلق عليها ونرمي المفتاح. نحن يجب أن نكون ونريد أن نكون على الأقل ثنائيي اللغة، على الأقل نتقن لغتين أولهما، هذا هو الشرط، أولهما لغتنا العربية، لأن اللغة الأم، اللغة الأساس، تكون هي الغربال. دائما أحاول أن أشرح أن اللغة الأم هي الغربال الذي تمر من خلاله أي لغة ثانية نريد أن نتعلم. لا يعقل أن نتعلم لغة واحدة فقط. نحن اليوم في عالم تعدينا مسألة أن نكون أبناء لغة واحدة، نحن بحاجة إلى أن نكون صلبين جدا في لغتنا الأم، أساس جدا قوي، نعرف من نحن، من أنا، عندما أريد، عندما أحب، عندما أسب، عندما أغضب، أن أعود إلى لغة أم. ولكن أحتاج أيضا إلى الإنجليزي، الصيني، الكوري، الفرنسي، اللي بدكم. يجب أن نتمكن من لغات عالمية، لأننا علينا أن نواكب الزمن. والطفل بطبيعته، كل الدراسات تشير، يستطيع التمكن من عدة لغات في آن، فقط أسسه جيدا للسنوات الأولى حتى رابع ابتدائي، ليس أكثر، رابع ابتدائي في اللغة الأم وحسب، تأسيس قوي، وبعدين خذ ما يدهش العالم منه، أضف لغات كما تشاء. فهي ليست إما هذا وإما ذاك، الاثنين مع بعض ونصبح ثنائيي اللغة على الأقل.